غير مشاركة في الجولة الثانية من سوريا. نذهب إلى الدار البيضاء إلى المغرب. معاذ بكيوض. كلما كنتم بقربي تشتعل نيران قلبي زادني الوصل لهيبا هكذا حال المحبين هكذا حال المحبين أنا الذي مالي سانيد أنا الذي مالي سانيد لمن نعاود قصتي أنا الذي مالي سانيد لمن نعاود قصتي حتى بقيت وحدي فريد حتى بقيت وحدي فريد حن الطيور من غرباتي أنا الذي مالي سانيد بمنوعة وقصتي لو كان جسمي من حديد لو كان جسمي من حديد ضنت يا دوب من زفرتي آي 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 أنا الذي مالي سانيد أنا الذي مالي سانيد لمن نوعى قصتي الله 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 معاذ بكيوض من المغرب. شكرا شكرا الجميل. شكرا. لعبت في الحنجرة، لعبت في هذا الصوت الرنان. شكرا. يعطيك ألف عافية إن شاء الله. استمع إلى رأي لجنة التحكيم الأستاذ أحمد بخاطر. يعني شوف الـ أنت تقرب الميكروفون، يعني أنت تطلع عالي عادة. نحن يعني منشدين لما نطلع جواب لازم نبعد الميكروفون لأن عقب الصوت يستي مزعج، بس أنت ما يحتاج تعمل هالحركة. ليش؟ لأن صوتك أصلاً خامته وهي حتى وهي في الجواب ورائعة وجميلة. فأنت يوم تبعد الميكروفون بالعكس أنت تخلينا نحن ما نسمع. أنا سأقول لك قرب 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 الميكروفون أبغى أسمع زيادة. فهذا الشيء أنا صراحة يعني نصيحتي لك أنك أنت يوم تطلع عالي يعني قرب الميكروفون عشان نحن نسمع. شيء ثاني يعني ال أدائك في الأنشودة أداء مدروس ما شاء الله، وأنت يعني نزولك وطلوعك في السلم الموسيقي يعني ما في أي خطأ، مشيت صح. حتى أنا ياسا أنشد وياك قلت في خاطري أنا يعني يوم بقول رأيي فيك يعني بحاولني أنشد رأيي فيك يعني، بس ما أقدر أسرح محافظ اللحن، بس إنه يعني بالطريقة اللي سويتها ما أعتقد أنا أقدر أسويها بعد. فما شاء الله عليك يعني أبدعت، وأتمنى لك كل التوفيق معاد ومعادك إن شاء الله معانا في المجاز. شكرا أستاذ أحمد بخاطر، شكرا لك.
شكرا الأستاذ محمود التهامي. المرة دي فاجأتنا أنك داخل إيقاعي، يعني داخل بالإيقاع وجاهز ومستحكم ومستحضر، فاجأتنا أنك أنت كمان داخل بطبقات تانية، يعني لهم إيه يعني كأنك بتقول لنا المرة اللي فاتت استنوا التجيل ورا، ما شاء الله يعني برضو فاجأتنا الطبقات اللي قلت منها في الآخر، كشفت طبعا مع الـ مع الـ مع الكورال وقلت من الطبقات من الجواب بتاعهم بطريقة احترافية. أنت متفاجئ بالأداء يعني؟ لا لا بأمانة فاجأني عن المرة اللي فاتت بحاجات تانية، يعني أضفت لنفسك في الأنشودة التانية، أضفت كتير جدا بالإضافة لكل ما ذكرناه في الأنشودة الأولى، التانية أضفت لرصيدك أكثر. ليه بس يعني حاجة واحدة هي التعقيب السلبي اللي ما يليقش بهذا الأداء، ضبط اللغة وضبط مخارج الألفاظ مع الأداء، يعني دي اللي فضلك وتبقى أنت بروفيشنال معد في كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا على هذه النصيحة. شكرا أستاذ أسامة الصافي. أخي معاد، من خصائص الإنشاد الديني عموما هو أنه يصل الأرض بالسماء، ومن دلائل هذا المعنى السمو الصوتي في الأعالي. واللوحة الثانية لأخي معاد امتازت بالطبقة العالية الجواب، وذكرتني بكبار منشدي المغرب الذين شاركوا في منشد الشارقة، وأحييهم كلهم أزكى تحية. يعني أتذكر لهم منا أكبر تحية. أتذكر الآن مروان حاجي في الدورة الثانية، مراد الهاشمي ياسين المركز الأول، يعني ولهم كثير مميزات في الأداء، وأبرزها الجواب اللي وهم يحلقون فوق السحاب ما تخاف عليهم من لا سقوط أو يعني نشاز أو غيره. فحلق هنا وحلق معك، ولذلك ردا على ما قلت في أبياتك لست وحدك. يا سلام، لست وحدك. حياك الله. شكرا شكرا لك أستاذ أسامة الصافي. شكرا لك معاد بكيوض. شكرا لك ختام مسك وموفق بإذن الله. شكرا لك. شكرا.